حاجتك بكفي؟ ليش بكفي؟ خليه يدفع المصاري متلتلة على قلبه. بس هذا اسمه ابتزاز. ابتزاز؟ وليش هاي المصطلحات هي بقى؟ بعدين دخيلك قلت ناس ابتزتني بزمانها، يعني من أهلي وجر. لك أنا طول الوقت لازم أقعد استحمل غلاظته وسألته وخفة دمه على أساس وبدي أقعد أتغزل فيه وشبابه اللي هو أصلاً ما أنه موجود. والله طقيت روحي. بعدين حبيبتي فوق كل هاد لازم يطلع لي بطاقة شكر. يا ستي بدي ضل قاعدة عم بصرف 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 لحتى هيك حس حالي ربحانة. ها فيكي تنسحبي مانك مضطرة. لا مضطرة. هي شو حلو، رح يحبوا منصور ما؟ أهم شي منصور تبعك أنت. ها وهي ما بتطلي ستايلي حبيبي حبيبي. ايه يا عمري أنت، ايه يا غنوجي، ايه حياتي، نقيتي تياب كتير حلوين بجنون. ايه يلا يلا باي يا حبيبي، باي يا عمري، باي باي. ولي نقشت معك يا شغف، لك نقشت معك يا شغف. العنب 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 احمر واصفر احمر واخضر. هلو حبيبتي، شايف شاري السوق كله. اشتريت فساتين واشتريت كنزات بياخذوا العقل. لك ان شاء الله الف مبروك يا روحي. الله يبارك. حبيبي رح دخن سيجاره بالسياره. دخني روحي دخني. بتعرفي انا عم فكر ما خليك بقى تشتري اواعي من هون منوب. حاسس اواعي هون يعني ما عمل بقولك لك يا اميره والله. لك تقبر انت. لك صحي تذكرت يا الله. شو ذكرتي؟ نسيت شي بالبارفانة. هي علينا تكرم عيونك، بكرة بنشتري. بدخلك شام وينها؟ قلت لها تجي بس ما قدرت. ليش؟ على أمها كتير تعبانة. سلامة إن شاء الله سلامة. والله كنت حابب أتعرف عليها، بس صدقيني بزمتي أنا حبيت على محبتي. تقبرني حبيبي، شامو بتجنن ما في منها، ظريفة كتير وطيوبة. بعدين مو معقول شو مريحة. وأبو خالي؟ أبو خالي. لك أبو خالد حبيبي اللي مدلني وبيعمل لي خلطات وفتوشات طيبين وبيشتري لي تياب حلوين. لك إن شاء الله تهريهم بالهنا تقبشي قلبي. لك يا عمري أنت يا أحلى غنوج بالعالم كلياته. يا عمري أنت تدللي روحي، تدللي يا عمري تدللي. لك تقبر قلبي تعيش في الجنة. باقي التياب بتشوفهم علي أنا ولا بس دون إيه؟ مثل ما بدك روحي. حبي خلينا نتفرج على المسلسل شوي. ايه روحي يلا. صاي مو بكره تلاقي لك شي شب حلو تعمدي فيني مثل ما عم يعمل هذا المقواص. لح يا عمري لك ولا مليون شب يغبر على رجلك يا حبي. تقبشي قلبي يا عمري. مين حبيبي انا؟ انا. مين اللي بيجيب لي تياب حلوين؟ بيبي. مين احلى شب بالعالم؟ غنوجك يا روحي. لك يا عمري انت ليش انا فيني اعيش بدونك؟ اه والله ما فيني. حبيبي أنا بدي روح وأنا مطمنة عليك. طمني شامي، أنا كتير صرت منيح. بعدين وجودك بحسسني بالأمان، يعني مثل الولد الصغير اللي حده أمه. ممتاز، يعني اكتشفت إني أمك. يعني مو بهذا المعنى، ولا أقول لك أنت أمي وأختي ورفيقتي وحبيبتي. أنت اختصار لكل النساء المهمين بحياتي. وأنت كل حياتي. يلا باي حبيبي باي. الله معك شامي. باي. ديري بالك على حالك ورني لي بسبوسه يا ريت. لا تشغلي بالي. شو هالإشراق هذا بابا؟ شو هالإشراق؟ اطلع فيه منيح، لسه مبين شيء؟ ابدا بابا ابدا، فعلا الدكتور شاطر. طيب وهيك؟ بابا لا هيك ولا هيك، قلت لك الدكتور مبين عنه كثير شاطر. بابا ركز الله يخليك. ما
بابا منوكان منوكان ما ناقصك شيء اسم الله عليك. فين بابا؟ يا حبيبي يسلم إليك، بس ليش كل هالغراض؟ والله كتار يعني ما لهم قرنة. يا حبيبتي التازة غير فيتامينات غير فائدة، لازم تأكلي خضر تازة فوق كيف إزازة مشان صحتك. هاتي لك يسلم هالإيدين. وهذا القديم أنت عطيه للناطور، بعدين لا تنسي عطيه 500 ليرة كمان. لك يقبرني الكريم أنا، بس تقبرني 500 على حسابك إيه؟ لا تقبر شيء، من حسابي من حسابي مثل ما بدك. خذ حبي، يلا خذها. جاي على بالي لأنه خطرك بالشدة. ايوه امشي لقلك. ها سكر خطرك. يلا طلع المصاري. وهي المصاري ها؟ شوف حبيبي وهي قسمناهم بالنص. أنا رح بالنص. ايه يلا بالنص بالنص. هات لقلك. جاهز على الخسارة؟ هي جاهز. ايه ستي ما بدك تقطعلي؟ لكن بلا يلا لا مبين بدك تغشي هيك عم قطعت لي بتحطيها من تحت وبتفتي لي. انا فهمان عليك بدك تغشي هلا فتي. فريدة هلي تقبري قلبي شو اشتقت لك. ماما ديري بالك على حالك انا بحاجتك كثير. لك يسلم لي ريحته عرق. أول ما مليتي مني لو كنت منصور كان اختلف الوضع. ما عنا أغلى منك فريدة خانو، بس كمان منصور غالي. هن هيك دائماً بيكونوا ظراف بالبدايات. ماما المرة الذكية هي اللي بتعرف تطول البدايات وتخليها مستمرة لآخر العمر. قلتي لي لآخر العمر؟ الله عليك يا شامو. ما رح أكره وشو ما حكيتي. شامو رح تكون سعيدة بحياتها، كوني واثقة. أنا آسفة عن جد نسيت. لك عم قلك آسفة. من هلا بلشتي اعتذارات؟ شو خليتي لبعدين يا شام؟ بتعرفي مدام رح انصحك نصيحه لوجه الله تعالى هيك يعني مجانيه. التمرد لما ما بيكون بمكانه الصحيح وزمانه الصحيح بيصير عبء غليظ. اها وانا بحبها لما ارتفاتنا وما بدي اياها تنصاب بنفس المرض. لهيك انا مضطر امشي بسرعه لانه بتاخر على المحكمه. عن اذنك. على فكره نسيت اقول لك مدام انه طعمك كثير حلو. عندي واحد بيشبهه. Thank you.
حياتك رح تكون كلها مثل بعضها، رياضة ومحاكم وانتظار للفرج اللي ما كان بقى يعرف يجي. صباح الخير ماما. صباح النور. أقول لك فطور؟ لا ماما، يا دوب نروح على المحكمة، عندي دعوة. يلا حبيبتي. يا ديما، طويل عن عمر ديما وساعد ديما. طيب هات البزار، ليش جابيتي؟ السلام عليكم. أعطينا كيلو سكر خير. استغفر الله العظيم. تفضل هاي سكر. يا حيف يا أبو أحمد، مو عيب عليك تدكني بالسجن شهرين أنا هالزلمة الاختيار مشان تفتح المحل؟ وهالزلمة الاختيار مو عيب عليه يبيع بضاعة مسمومة ها؟ ما بحكي معك، أبحكي مع جوزك، ولا ما لك كلمة يا أبو أحمد؟ كم مرة قلت لك بس يحكي الظلم أنت ما بتحكي ولا كلمة، ها؟ ولا كلمة. شوف عمي اللي عندنا قلناه والرزق الله. بعدين عدم مؤاخذة يعني، من هو بده يشتري بعد منك بعد هالعمل السوداء اللي سويته؟ آمنوا. الله يسامحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف قلبك رك. احمد الله إنه انقذت على هيك. شامي ريحتك معبية البيت كله، يا لطيف شو حلوة. يعني أدمنت عليها؟ مو لهالدرجة. بعدين أنت قد هذا الكلام؟ أنت اللي قد هذا الكلام؟ خلاص خلاص مسحوبة. بدك شيء؟ الشواحن، لقيت اللي قبل وما كنت تجيبه. دوختيني بالشواحن، والله خوفتيني. مالك مالك، ها؟ بكره بجيبني عمي، ايه خاطرك. شو قال لك؟ حبيبتي، خلصتي رجفة؟ لا تخافي، ضبعت لك اياه، ما عاد يتدخل بيناتكم. ايه منيح. انت كيف بتحكي معه هيك إلهام؟ هلا عليك يا ليلى، الرجال على هوا متعودينه
تخافين منه يركب على نكرتك ويدندر رجليه، تعبسيني بوجهه يهابك طول العمر، وانت يا حصرتي من جماعة النقرة.